مع اقتراب عيد الأضحى، يأمل السودانيون في هدنة لتلقي أنفاسهم بعد الحرب التي أنهكتهم نفسيا واقتصاديا وجعلتهم يعيشون في حالة من الرعب الدائم. مجلس الأمن والسلم الإفريقي أصدر بيانا أعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار تصعيد الوضع الأمني في السودان بسبب القتال الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وطالب المجلس بوقف غير مشروط وفوري للأعمال العدائية وتجريد الخرطوم من السلاح، فضلا عن إنشاء ممرات إنسانية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين. في الأثناء حثت البعثة الأممية جميع الأطراف المشاركة في أعمال العنف على التوقف فورا عن القتال من أجل حماية السكان المحليين واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات وضمان الكرامة والاحترام لجميع السودانيين. بيانات جاءت بعد احتدام للمعارك في الخرطوم وعدد من المناطق بدارفور وكذلك في منطقة النيل الأزرق، وكان الجيش السوداني قد أعلن التصدي لهجوم على منطقة جنوب الكرمك بالنيل الأزرق. وأشار الجيش السوداني إلى أن الهجوم شنته الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح عبد العزيز الحلو، وأن المعارك تدور حاليا بعد توقف الحرب في هذه المنطقة لأكثر من 10 أعوام.